معانا على الهاتف الاستاذ المحامي المستشار استاذ ممدوح نخله. مساء الخير يا فندم. مساء النور، يا مرحب بيك. ربنا يخليك. هو طبعا يعني السؤال الرئيسي عن قوانين الاحوال الشخصيه في مصر، يعني ايه اتفاق 90% من الطوائف، لكن قبليها الحرب الامريكيه الاوكرانيه وصل لحضرتك ازاي كمواطن عايش في امريكا؟ اتفضل يا فندم. الحقيقه طبعا احنا تاثرنا بصوره غير مباشره نتيجه هذه الحرب، لا سيما ان امريكا تعتمد على اكثر من 40% من صادرات النفط او واردات النفط من روسيا. بالفعل شاهدنا كثيرا زي باقي المواطنين اللي عايشين في امريكا ارتفاع غير طبيعي في اسعار البنزين والمحروقات بصفه عامه نتيجه هذه الحرب، واذا استمرت اكثر من ذلك فبلا شك سوف يزداد اكثر من ذلك الاسعار، وسوف يعني نصل الى مرحله حقيقه شديده الخطوره، لا سيما في حاله عدم ارتفاع الاجور، وبالتالي فان هناك زياده كبيره في الاسعار، اسعار النقل طبعا نتيجه لاسعار الوقود لا تتبعها زياده في الاجور، مما يجعل المواطن الامريكي يعاني شان باقي المواطنين الشرق الاوسط. ده باختصار يعني شديد نقدر نقول يعني. تمام. هل اطاله زمن الحرب كما اعلن بايدن في بولندا ووارسو ده نتيجة التعنت الروسي ولا نتيجة ان الاوروبيين والامريكان مش عايزين يتفاوضوا مع واحد عايز يفرض رأيه بالحرب؟ يعني هي برضو فرض الرأي بالحرب فتعتبر جبن وتخاذل، في نفس الوقت مش عايزين يقدموا اي تنازلات للروس على اساس يعلنوا انتصار هو غير صحيح تماما، لكن السياسة هنا محكها اللي بيدفع ثمنها الاوكران نفسهم والشعب الاوروبي الملاصق لروسيا، من ان هو خايف برضو ان روسيا تعمل معاهم كده. ده حقيقي حقيقي صح حضرتك، يعني اجبت اكثر من 90% من السؤال. الحرب بالفعل نتيجه يعني تعنت روسيا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ايضا ان الاوروبيين ايضا ليس لديهم المرونه الكافيه في مثل هذه الاجواء. يعني نحن تعلمنا في الامم المتحده في اجراءات التفاوض لا سيما في اوقات الحروب والنزاعات ان الكل لابد ان يرفع سقف مطالبه، فحين ياتي التفاوض نستطيع ان نصل الى نقطه في المنتصف، ولكن غلق التفاوض بصفه عامه ده شيء غير مقبول على السياسه الدوليه وعلى الصعيد الدولي. لابد من مرونه الاوروبيين من ناحيه، ولابد ايضا من بوتين ان يهدئ من روع خطابه ومن تهديد المستمر لاوكرانيا. تمام استاذ ممدوح، نرجع بقى للسؤال الاساسي وهو خلاص اكتمل تقريبا قانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين في مصر، وان الطوائف المسيحيه في مصر طبعا متمثله في الطوائف الرئيسيه اللي هي الارثوذكسيه والكاثوليكيه والانجيليه، متمثله في كنائس الاصلاح والبروتستان، اتفقوا على 90%. يعني ايه معناه 90%؟ وهل ال 10% هيبقى فيه خلاف يلجأوا الى الماده الثانيه من الدستور هتتحكم في هذه القضايا؟ وهل ده يعتبر ان في شيء من يعني ده كل ده تحت مبنى يعني الحقوق الانسانيه لي او الحقوق الشرعيه او الحقوق لغير المسلمين؟ عايزين نفهمها. هل هيبقى في قانونين؟ هيبقى في ازدواج تشريعي؟ هيبقى في حاجات برضو في الوراثه والحاجات دي كلها هتبقى غير اللي بتقدم في المحاكم الثانيه؟ يعني عايزين نفهمه برضو ببساطه، يعني علشان انت عارف يعني تعقيد الامور والنص نفسه لا يحمل معنى الا لمن يفهموه زي المحامين والمستشارين، لكن انا عايز اخفض مستوى الفهم للناس البسطاء العاديين بحيث انهم يفهموا، لان القوانين دي هتمسهم وهتمس حياتهم. اتفضل يا فندم. طب انا مش هتكلم بشكل اكاديمي زي ما حضرتك تفضلت، يعني اخلي لغه خطابي برضو يعني مبسطه للجمهور العادي الغير متخصص. تمام. بلا شك ان في مصر منذ سنه 1955 وحتى الان، منذ ان صدر قانون توحيد الغاء المحاكم المليه والمحاكم الشرعيه وتوحيد المحاكم، والغيت كافه المحاكم المليه التي كانت لها الفضل في اصدار حقيقه العديد من الاحكام لصالح الطوائف، كل طائفة كان لها محكمة ملية، ولكن ألغي هذه المحاكم كلية مع بقاء التشريعات موجودة، يعني المحاكم اتلغت لكن القوانين كانت موجودة. كل طائفة في مصر كان يحكمها قانون،
كان الاقباط قانون الاقباط الزوكس الرومر الزوكس في الناحيه الاخرى ايضا الارمن ارثوذكس. في الناحيه الاخرى كان الكاثوليك لهم 7 طوائف نفس الحكايه اقباط وروم وارمن وسريان وكلدان وموارنا. ثم تاتي طائفه الانجليين وكانوا 18 طائفه لكن توحدوا تحت طائفه واحده وسميت بالطائفه الانجليه المشيخيه. كل هذه القوانين لا زالت حتى هذه اللحظه معمول بها ولكن امام محكمه واحده هي المحاكم الوطنيه. النهارده القانون الجديد بيوحد هذه القوانين تبقى قانون واحد وفي نفس الوقت تنظره محكمه واحده بدل من ما كانت عده قوانين متناثره. اذا اتفقت كافه الطوائف على القانون الجديد فده يحل مشكله كبيره سواء في ناحيه الزواج والطلاق وما يتعلق بهم من اثار مثل حق الرؤيه وحق التبني وحق بتاع دوت الحضانه وحق النفقه للصغار ونفقه الزوجيه وما الى ذلك. اما اذا لم تتفق الطوائف على هذه التفصيلات فللاسف الشديد سوف نعود الى القانون العام. القانون العام هنا هو يحكم الشريعه الاسلاميه. والشريعه الاسلاميه طبعا بلا شك تتعارض بقدر كبير مع هذه التشريعات الطائفيه في كثير من النصوص لعل ابرزها مساله الميراث، مساله التبني التي لا تعترف مطلقا الشريعه الاسلاميه بالتبني. بينما كل الطوائف المسيحيه تعترف بالتبني. وبالتالي ما لم تتفق الطوائف المسيحيه اللي انا قلت لحضرتك الاربع طوائف خاصه بالارثوذكس وسبع خاصه بالكاثوليك وطائفه واحده للبروتستانت، هذه الطوائف ما لم تتفق على قانون واحد فبالتالي سوف يؤدي بالفعل الى تطبيق الشريعه الاسلاميه في بعض النواحي المختلف عليه. تمام. سياده المستشار معانا؟ ايوه معايا حضرتك، انا خلاص يعني كده اختصرت الكلام يعني. تمام. هل هنا معناها ان ده استعداد ل يعني اقول ان ايه تمهيد لحاجه اسمها القانون المدني هو اللي يحكم في الاخر، او ان الشريعه هنا بالماده الثالثه من الدستور هيبقى ليس لها محل من الاعراب في وجود الخلافات؟ يعني في وجود الخلاف المفروض نلجا لقانون مدني، ما نلجاش ليه شريعه او شرع تاني لان ده في حد ذاته مش من حقوق الانسان. يعني يتطبق عليا الشرع ده طالما مش متفقين يتطبق عليا شرع تاني؟ ما هو ده برضو يعني حاجه في التشريع لن يقبلها الافراد المتضررين، وده اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا من الخلافات بين الافراد وبين الكنائس. ده حقيقي. لكن انا بتكلم، بص حضرتك بتتكلم طبعا كلام من الناحيه النظريه سليم، ولكن من الناحيه الواقعيه ومنذ يناير 55 وحتى هذه اللحظه التي نتحدث فيها أطوال هذه الستين سنة الماضية، كل أي اختلاف بين فردين أو بين مدعى ومدعى عليه أحدهما مختلف مع الآخر في الطائفة والملة، يعني مثلا ممكن الاثنين يتفقوا بأنهم أرثوذكس ولكن واحد أقباط أرثوذكس والثاني من الروم أو من السوريين أرثوذكس، إذا اختلف أمام المحاكم طبقت أحكام الشريعة الإسلامية. لا يوجد هناك قانون مدني لحل نزاع بين طرفين مختلفتين طالما انه يمس جوهر الاحوال الشخصيه حتى هذه اللحظه اللي نتحدث فيها. تمام. فما لم يصدر قانون مدني موحد سوف نحتكم الى احكام الشريعه الاسلاميه دوت ايه طبقا للمذهب المرجح في ابو حنيفه، لان القانون ده ما اتلغاش ليه؟ لو قانون 1 سنه 55 هذا القانون لم يلغ بعد اللي هو 455 سنه 55. هذا القانون بينص يعني صراحة في حالة اختلاف الخصوم في الملة أو الطائفة تطبق أرجح الأقوال في مذهب أبو حنيفة. فهنا طبعا هذا المادة لم تلغى بعد، فبالتالي يظل الأمر محتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية إلى أن يلغى هذه المادة ويطبق قانون مدني آخر يحل النزاع بين الطوائف مختلفة الملة والطائفة. تمام. هل اتفاق ال 90% يحل المشاكل كلها بتاعت احوال الزواج والطلاق والميراث والحاجات دي، ولا حضرتك متخصص شايف ان هو غير كافي؟ لا بلا شك طبعا 90% يحل 90% من المشاكل ايضا. لكن طالما هناك نقاط خلاف واثيرت هذه النقاط امام المحكمه، على سبيل المثال مثلا هناك طائفه مثلا السوريان الارثوذكس وطائفه الروم الارثوذكس، وقد قابلت يعني الكثير منهم الحقيقه في بعض المؤتمرات متحفظين على بعض مواد الطلاق في القانون الجديد. تمام. فاذا حدث نزاع بين مثلا زوجه من الروم الارثوذكس
او من الثنائي الزوجي تزوج بقبطي ارثوذكسي وحصل بينهما نزاع في مساله ما ولجا الزوج او الزوجه الى المحكمه، في هذه الحاله كل منهما سوف يتمسك بنقاط الخلاف الموجوده في قانونه، لان لا يوجد حتى هذه اللحظه قلنا طالما ما فيش قانون يجب كل هذه الخلافات. يعني اذا افترضنا مثلا ان السريان او الروم تحفظ على ماده ما وقال انه لا يوافق عليها، وفي حاله النزاع يلجا الى القانون الخاص، نحن هنا امام تنازع تشريعي، احدهما يتمسك بالنص الموجود في القانون الحديث والاخر يتمسك بالنص الموجود في عقيدتي او طائفتي. في هذه الحاله ربما تطبق هنا احكام الشريعه الاسلاميه، لان الطرفين اختلفا حول هذه الماده وكل منهما له اسانيده. فبالتالي نحن نطلب يعني قانون يعني يتفق عليه الاشخاص في جميع مواده، وبالتالي اذا ما تم هذا، وهذا انا في اعتقادي انه يعني سيحل سريعا او على الاقل سيحل في الوقت القريب العاجل، لان حتى اذا يعني الخلاف بين الطوائف هو خلاف قليل وبسيط لا يصل الى مرحله الخلاف مع مثلا احكام الشريعه الاسلاميه التي مثلا تبيح التعدد مثلا للازواج. وحدث يعني في هذه مش كلام نظري، حدث مرة احد الازواج المسيحيين تزوج باكثر من واحده واحتكم الاحكام الشريعه الاسلاميه. يعني لو مسيحي حب يعدد الزوجات يقدر يعملها في ظل القانون الحالي؟ شوف اقول لحضرتك مفيش نص يعاقبه. مفيش عقاب يعني. مفيش عقاب جنائي، حتى ان حصل على بطلان زواج، الزوج الثاني كان باطلا لارتباطه بزوجه اولى. ولكن مفيش نص يعاقبه اذا جمع بينهم، لان هنا مفيش عقوبه لمن يعدد زوجات، مفيش جريمه اسمها تعدد ازواج في مصر. طب ليه لما بيطلق ما بيطلقش تبع الشريعه رغم ان الخلاف هنا حاد لازم وافقه الكنيسه على الطلاق، او ده قانون مستحدث مش عارف، او ده حاجه جديده خالص يعني؟ هو حاليا يعني جت الحقيقه التشريع الجديد ما لم يعني يتم اصداره، لسه حتى الان هناك مناقشات طويله، يعني منذ 78 وحتى هذه اللحظه اللي نتحدث فيها ما يقرب من 42 سنه، ونحن ايضا لم نصل الى نقاط اتفاق بين جميع الطوائف ال 11 اللي ذكرتها لحضرتك، الاربع اسلوب ده لو الكنيسه طرف في العقد، اما لو الدوله هي اللي عملت العقد بين مثلا مصري واجنبيه وتم الطلاق في الخارج، الكنيسه بتقول انا ما اعرفش عنهم حاجه، انا ما عملتش العقد، وفي نفس الوقت في المحكمه بيقولوا لا لازم تيجي موافقه الكنيسه في الطلاق، فتبقى هنا في حزبيس، يعمل ايه الراجل ده؟ هنا بقى نرجع صحيح كلام حضرتك يعني برضه منطقي، لربما تثار هذه المساله. هنا بنرجع برضه هنا للاصل في حال التنازع التشريعات. القانون برضه حلها، القانون المدني حلها يعني. اللي حصل سنه تشريع. ان القاضي بيلجا الى القانون القاضي. يعني مثلا لو قلنا مثلا فرنسي تزوج بامريكيه على الارض الالمانيه. فأي قانون واجب التطبيق؟ هل قانون المانيا عشان على الارض الالمانيه، ولا قانون فرنسا قانون الزوجه، ولا قانون امريكا قانون الزوج؟ فهنا القاضي بيطبق، اذا حدث هنا نزاع بيطبق قانون القاضي نفسه، وبيطبق قانون على تنازع هذه التشريعات. ففي الحاله دي قانون القاضي هنا هيلجا الى القانون المدني او الى احكام الشريعه الاسلاميه، طالما لم تحل هذه المساله بحل حاسم، بمعنى لابد ان يكون يعني لابد ان ينص في القانون بحظر تطبيق الشريعه الاسلاميه مثلا على متحد على الطائفه، حتى لو مختلف المله والطائفه. يعني حتى لو غير مختلف، مش مهم الطائفه ايه، طالما انه مسيحي بغض النظر عن طائفته يطبق عليه قانون الاحوال الشخصيه الموحد. وبالتالي ده هتحل مش 90% هتحل النزاع كله 100% من النزاع. لان مش هيقدر احد الخصوم ان يطالب بتطبيق ماده اخرى او يطبق بتطبيق ماده خارج القانون. ايوه. يعني اذا تم اقرار القانون بهذه الصيغه بان تطبق هذه الاحكام القانونيه على جميع المسيحيين بغض النظر عن اختلاف ملاهم وطائفتهم، وحتى في وجود نزاع يطبق هذا القانون، في الحاله دي هتحل 100% من المشاكل. تمام. اغلب يعني المهاجرين ونقول عددهم يعني اقل تقدير من المسيحيين 3 مليون، 3 مليون باحكام الدول المدنيه، كان سواء كانوا في استراليا او في كندا او في اوروبا او في اي دوله بتؤمن بالحكم المدني والزواج المدني، فدول هل يعتبروا خارج المنظومه الكنسيه في الزواج والطلاق، ولا هم يعني مش عارف حكمهم ايه يعني؟ اتفضل يا فندم. سؤال كويس. لو هم عايشين في الاراضي بتاعتهم يعني خارج مصر، هنا طبعا هيتم الاحتكام الى قانون
اللي هم عايشين طبقا البلد اللي عايشين فيه. بالظبط. ده شيء يعني هيكون اسهل اولا ومنطقي اكثر، ومن ناحية القانونية ايضا سيطبق. ولكن اذا احتكم الى القانون المصري، هم نزلوا مصر مثلا اثنين امريكان او ايا كانت جنسيتهم ونزلوا مصر واتجوزوا طبقا للقانون الامريكي، في الحاله ديت هنا من حقهم هم يطبقوا شريعه العقد، ان هم طبعا يطبقوا قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين او الاقباط الارثوذكس، كانوا اقباط ارثوذكس مثلا يعني. لكن طالما ان وجودهم خارج الاراضي المصريه فهنا طبعا اكيد يحكم القانون المدني. اه تمام. طب هنا مش يبقى في ازدواجيه في التشريع؟ يعني انا هقول ان انا مصري، يعني واحد بفرض ان هو مصري، المثال مش عليا انا يعني، بعد الشر عليا يعني، المصري ده متزوج من مصريه والاثنين حاصلين على الجنسيه الامريكيه، فتزوجوا بالنظام الامريكي وطلقوا بالنظام الامريكي، رجعوا مصر عايز يتزوج زواج تاني وهي عايزه تتزوج زواج تاني في مصر مش في امريكا، في امريكا محلوله ما فيش مشكله، لكن في مصر هتبقى انه لازم يجيب تصريح من الكنيسه او انه يثبت الطلاق في المحكمه، وبرضه هيجيب موافقه من الكنيسه. الحل هيبقى ايه؟ يعني هيبقى عدم قبوله مره تانيه في المجتمع المصري، ولا هو طرد مره تانيه، ولا تهجير، يعني يقول له روح بلدك بقى اتصرف زي ما انت اتصرفت زي زمان، ولا يعني الحل ايه؟ يعني الحل المنطقي، يعني مش عايز القانون طبعا مش في صفه وان هو برضه هيعاني، لكن هو الحل المنطقي ده ما وصلتش المشاكل دي للناس المهتمه بمشاكل الحياه الاسريه اللي موجوده للناس دي، وخصوصا انا بقول 3 مليون ما هوش رقم قليل. اتفضل. طبعا الجرائم دي الحقيقه هي سهله، يعني الكنيسه تتساهل في المتزوجين خارج مصر. تتساهل كثيرا، بمعنى اذا كان مثلا اثنين مصريين تزوجا طبقا للقانون المدني الامريكي وتم طلاقهم وارادوا الزواج مره اخرى، هنا الكنيسه بتعطيهم تصريح زواج وتتساهل كثيرا. ليه؟ لانهم يملكوا الزواج خارج الكنيسه ايضا وبسهوله. فبالتالي الكنيسه تتساهل كثيرا في المتزوجين خارج الاراضي المصريه. نعم. وبالتالي يستحق لهم الحصول على تصريح زواج اخر والزواج داخل مصر بسهوله اكثر مما لو كانوا اقباط يعيشون داخل مصر وتم طلاقهم داخل مصر. فبالتالي هنا يطلب منهم بالفعل تصريح للزواج الثاني، ودوت يقابل عقبات كثيره لعل اهمها هي هل الطلاق تم طبقا لاحكام الانجيل من عدمه، وبالتالي سيواجه مشكله كبيره. هو هنا في امريكا يعني حتى لو اتجوزوا في مصر يا استاذ ممدوح، يعني هو لو اتجوزوا في مصر وجم هنا واتطلقوا هنا، الطلاق يعني بكلمه، واي حد يروح سواء الست او الراجل، يعني طيب. الناس مش متخيله الوضع سهل قد ايه في الدول دي، يعني ان العمليه تبقى سهله قوي كده. لا، لكن لما يجي يرد تاني في مصر هو متزوج مصري، يعني على القانون والشريعه المسيحيه في مصر او القانون الكنسي، وبعدين جه في امريكا واعتمد هذا الزواج وخدوا الجنسيه، ومثلا يعني طلقوا في امريكا ورجع تاني علشان يتجوز في مصر، فبتبقى في مشكله برضه. صحيح. هنا هتواجه مشكله كبيره، كلامك صحيح طبعا. هتواجه مشكله كبيره كبيره لانه تزوج طبقا للعقد الاقباط الارثوذكس. فشريعه العقد هي اللي تحكمه، وبالتالي اذا تم الطلاق على خلاف الانجيل هنا طبعا لابد انه يعني هيجد صعوبه في الحصول على الزواج مره اخرى، دي حقيقه. لكن انا بتكلم على اقباط تزوجوا طبقا للقانون الامريكي وطلقوا طبقا للقانون الامريكي. في هذه الحاله سيكون حصولهم يعني اسهل بكثير مما لو كان تزوجوا اقباط وطلقوا خارج نطاق الكنيسه. هل التبني يمنح الجنسيه؟ يعني انا يعني مثلا لو اسره مصريه تبنت طفل امريكي واديت له التبني، طبعا مسموح هنا في امريكا يعني مفيش مشكله. نعم. هل ممكن يديله الجنسيه المصريه؟ التبني يعطي في لا يعني من غير اي تفكير. لا، ليه؟ التبني محظوظ بنص القانون، ويحظر التبني ده في نص قانون في الاحوال الشخصيه، نص صريح وواضح ما فيهوش لبس، ما فيهوش غموض ان ممكن واحد يفسره باه ولا لا، يعني هو خلاص في حظر التبني من اول الدستور حتى كافه التشريعات الاخرى، يعني هناك حظر سواء حظر تشريع او حظر قضائي او حظر من العرف المستمد من القانون على مدار السنوات الطويله. فبالتالي ما فيش كلام، لكن طبعا التبني الامريكي هو سهل، يعني يجوز المصري ان يحصل على الجنسيه الامريكيه اذا تبناه مواطن امريكي. لكن عكس لا، ما يقدرش ان هو يحصل على الجنسيه المصريه ولا يقدرش ياخد اسم ابوه، يعني ما يقدرش ان هو ينسبه له. واقصى ما فيها ان هو يقول انا بكسله،
يعني مثلا لو سين مثلا وابوس بصاد ما اقدرش اخد سين صاد، هيبقى سين بس والاسم الاب اسم اخر، والاب دوت يسفل الابن الى ان يكبر ويتربى ويتزوج، ولكن لا يرثه، لا يحمل اسمه، لا يحمل بطاقه شخصيه فيها بتاع ده، لا ينتمي الى القيد العائلي، وبالتالي يعني يعتبر هو شخص غريب عن العائله. ما هو القانون الامثل اللي ممكن نطالب بيه كرجل قانون لحل مشاكل الاحوال الشخصيه ولو بنسبه تتعدى 90%؟ لان احنا نحلم بكده يعني ما يبقاش في مشاكل. هل بتدخل الدوله؟ هل بالتنازل من بعض الطوائف سواء المسيحيه او الاسلاميه او غيره؟ ولا هو المجتمع وتقبل المجتمع والتعايش مع هذه القوانين برضو بيحد من تطور وتطور القوانين لحل المشاكل الاسريه؟ يعني هي 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 تمني وامل لرجل قانون انه يحل الازمه نفسها. من الاستاذ ممدوح نخل، اتفضل يا فندم. اقول لحضرتك الامر سهل على فكره وغير معقد. يعني يجوز ان اذا صدر قانون الاحوال الشخصيه الموحد ده يحل اكثر من 90% من المشاكل بالفعل اكثر. ولكن يجوز لان ينص في هذا القانون على انه في حاله وجود خلاف بين طائفتين مختلفتين مثلا يعني، او في حاله وجود ماده تتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه يطبق هنا احكام القانون المدني. تمام. يطبق هنا على الجميع المصريين بغض النظر عن دياناتهم او طوائفهم. دي هتحل 100% من المشاكل. طبعا. يعني بالتالي يعني ممكن طبعا لابد ان يحدث تنازل من الكنيسه عن بعض يعني التمسكات الموروثات القديمه يعني. اللي هي مثلا مش من الكنيسه يعني بس، من الكنيسه والمسجد يعني. نعم، احنا بنتكلم على حرية الشخصية طبعا. يعني الكل بقى، ما لو مدني للدولة يبقى لازم الطرفين يبقوا متوافقين يعني. طبعا طبعا. فهنا القانون المدني الحقيقة أكيد هيحل كثير من المشاكل، سواء مشاكل في اختلاف الديانات، في اختلاف الطوائف، في مسألة الطلاق، في مسألة الزواج مرة أخرى. وزي ما حصل في الدول الأوروبية الأخرى، ما بيعانيش المواطنين خارج مصر. وحتى في دوله زي لبنان مثلا بتتبنى مثل هذا النوعيه من الزواج، الزواج المدني. ما بيعانيش لبنان بس، لبنان وتركيا وتونس وقبرص وبعض الدول الاخرى يعني عندها مرونه اكثر في ذلك، ما بيعانوش نفس المعاناه اللي بيعانوها الدول العربيه او مصر من هذه المعاناه الشديده، سواء من ناحيه الزواج او الطلاق او الزواج مره اخرى. فهنا الموضوع سهل وبسيط، يعني يجوز ان يعني ننص عليه تشريعيا، وبالتالي سوف ينفع الجميع. تمام. هل الزواج المدني كان مطبق في مصر قبل ثوره 52 ولا كان لا برضه محكوم بشرايع ومحاكم مليه وحاجات كده يعني؟ اتفضل. لا، اقول لحضرتك الزواج المدني لم يطبق في مصر في يوم ما منذ دخول العرب وحتى الان يعني. كانت تحكم الزواج، مساله الزواج كانت تحكمها الشريعه الاسلاميه منذ يعني منذ اوائل التاريخ، منذ ان دخل العرب مصر واصبحت الشريعه الاسلاميه الشريعه السائده. فبالتالي اصبحت الى ان بعد كده جه محمد علي وابتدى هو يستعين بالقوانين الاوروبيه والفرنسيه، فطبقت بعد سنه 1882 ما يعرف به المحاكم المليه. واستمر هذه المحاكم المليه، كان لكل مله مجلسها الملي ومجلس استئنافي بمثابه محكمه. فكان هناك للاقباط والسوريان والروم والارمن، وبناحيه والكاثوليك نفس الحكايه، اقباط وروم وارمن سوريان وكلدان ومارنا، والبروتستانت نفس الحكايه. كان هناك برضه طوائف حديده بلغت حوالي اكثر من 18 طائفه. كل ذلك كان بكل طائفه كان لها مجلس ملي مختص، الى ان وحدها الرئيس عبد الناصر في اول يناير 1/1 سنه 56 بالقانون رقم 455 لسنه 55. فبالتالي لم تعرف مصر الزواج الملي. اسف، لم تعرف الزواج المدني. كان هناك زواج اما شريعه اسلاميه او زواج طوائف. ما هو ده المستمر حتى هذه اللحظه يعني. نعم، هو ده المستمر لغايه دلوقتي يعني. صح، هو ده المستمر لغايه دلوقتي. بالنسبه لقوانين الميراث، هل مش هيبقى في يعني في بعض المسيحيين مش هيرضوا بان الرجل يبقى، احنا في مجتمع ذكوري ايا كان، والثقافه دي تقريبا يعني ناطحه على كل الناس. انا مش عايز الوم لا ده ولا ده، لكن هي بقى لها زمن كتير مطبقه، فما نجيش فجاه ونقول ان لا على المسيحيين ان هو هيساوي بين الذكر والانثى يعني. هل ده مش هيبقى فيه برضو خلخله في المجتمع وقيم المجتمع الحاضره بقوه حتى في المجتمع المسيحي، ان الرجل بياخد اثنين من حظه زي اثنين من الحظ الانثيين؟ نعم. ما اقول لحضرتك قعدت المجالس الماليه برضو تطبق احكام الميراث
من 1888 لغايه 1956 الله تحديدا لغايه 31 ديسمبر 55 تمام. يعني حوالي 70 سنه المجالس الماليه كانت تطبق مساله المساواه في الميراث، الذكر مثل حظ الانثى مش مثل حظ الانثيين، فكان هناك مساواه في الميراث بالفعل في المجالس الماليه الى ان صدر القانون اللي انا اشرت اليه سابقا دوت وعدته اكثر من مره بتوحيد المحاكم والغى بلا شك المجالس الماليه، ثم صدر القانون بعد ذلك بقانون المواريث والوصيه واصبح ينص على ان جميع المصريين يخضعون اليه سواء مسيحيين او مسلمين. فبالتالي يجوز للمسيحيين ان يصدر قانون موحد ينص فيه على مسائل التي تختلف مع احكام الشريعه مثل الميراث، مثل التبني التي يقرها كافه الطوائف المسيحيه والتي تقرها الشريعه الاسلاميه. ايضا مساله الميراث التي تقرها كافه الطوائف من سواء الذكر مع الانثى والتي تقرها الشريعه الاسلاميه. يعني اذا هذا جائز، كما ان لدي انا احكام يعني حصلت عليها بمساواة الرجل مع المرأة بحكم المحاكم المدنية المصرية صدرت مؤخرا من ومن أعلى درجات المحاكم، يعني وصلت إلى درجة محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة أن مسيحيين يعني لجأوا إلى المحاكم والمحكمة أصدرت حكم بمساواتهم في الميراث، يعني سوت أخ بأخته كل منه أخذ النصف تماما. يعني إذا المسألة عايز أقول لحضرتك جائزة الحدوث، وأنا شايف إن هي طالما لا تتعارض مع الانجيل وتعارض مع الشريعه المسيحيه، وان هناك البعض المصريين لجأوا لطلب المساواه، فالموضوع اعتقد هيكون اسهل بكثير. يعني تنفيذه هيعم على المسيحيين جميعا بالقانون. نعم. تمام؟ صح تمام. ده اللي انا فهمته يعني عشان اوصله صح. للناس يعني. صح. يعني مش هيفلت ويقول انا عايز الشريعه الاسلاميه، لا هتطبق عليه كما في البند الثالث من الدستور ان هو يحكموا الى شرائعهم، يبقى قانون ملزم ومجبر على تنفيذه زيه زي المسلم لما بيبقى ملزم برضه بنفس القانون اللي هو الرجل مثل حظ الانثيين، مش كده برضه؟ ده اللي انا فهمته. تمام. تمام تمام، يعني حضرتك وصلتك الفكره. تمام تمام، شكرا جزيلا استاذ ممدوح نخله. طب يعني بنعتمد على شرح القوانين وتبسيطها الى يعني للناس حتى الغير مهتمين بالقانون، لان دي حاجات تهمهم وتهم حياتهم الشخصيه اليوميه والساعتيه زي ما بيقولوا يعني. فشكرا جزيلا لسيادتك للشرح المبسط جدا والفهمنا للقوانين، وان 90% يحل 90% من القوانين، يبقى لسه برضه في 10% مش هيحلهم غير القانون المدني زي ما حضرتك تفضلت. ونرجو ان الدوله فعلا تعيد النظر في موضوع مدنية القوانين، ودي اللي هتبقى تسهيل للمجتمع المصري وإعلاء حقوق الإنسان وقدسية حقوق الإنسان أعلى من أي شرائع، ودي حاجة تهم الكل يعني، لكن مش معناها ان احنا نبقى فوضى او ندعو الى الفوضى. بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ المستشار ممدوح نخلة لهذه الإيضاحات الجلية. شكرا يا فندم.